كيف هو وضع أكثر من 25,000 أسرة نزحت من الجوف إلى مأرب خلال الأيام القليلة الماضية؟ أين هو دور الحكومة والسلطات المحلية؟ وما الذي ستقدمه المنظمات الدولية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية؟ أهلا بكم. جراء المواجهات الأخيرة في محافظة الجوف اضطر آلاف المدنيين للنزوح من مدينة الحزم ومناطق المواجهات إلى محافظة مأرب بحثا عن الأمان. تستقبل محافظة مأرب أكثر من 80 مخيما وتجمعا سكانيا للنازحين من قبل، الأمر الذي يضاعف المسؤولية تجاه هذا العدد الهائل من النازحين في مأرب. أحد النازحين حاول الزملاء في البرنامج التنسيق معه لاستضافته الليلة، لكنه قال أنه وأولاده في العراء وأنه لا يستطيع أن يتركهم بمفردهم ولو لساعات قليلة. الآلاف أيضا وجدوا أنفسهم خلال 24 ساعة بلا مأوى، فيما لا تزال الجهود الإغاثية سواء الحكومية أو غير الحكومية دون مستوى الكارثة الإنسانية هناك. ما حقيقة الوضع الإنساني وما طبيعة المساعدات الإنسانية التي يقودها رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح في مأرب؟ وما حجم المساعدات الإنسانية التي تنفذها المنظمات الأممية والإغاثية في مأرب؟ ما إن وصلت ميليشيا الحوثي إلى مدينة الحزم بمحافظة الجوف حتى وجد السكان المدنيون أنفسهم نازحين في طريقهم إلى المخيمات، وهو النزوح الثاني لغالبية السكان الذين كانوا قد أعادوا توطين أنفسهم في الحزم وبدأوا تدريجياً في تطبيع حياتهم هناك. مدينة مأرب التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية من مدينة مهملة ونائية إلى تجمع سكاني شديد الازدحام صارت تحوي أكثر من 80 مخيماً وتجمعاً للنازحين، وكانت هي الوجهة الوحيدة للنازحين الجدد خلال موجتي النزوح التي تسببت بها سيطرة ميليشيا الحوثي على المناطق التي كانوا قد لجأوا إليها في نزوحهم السابق. وبعد أقل من شهر على استقبال محافظة مأرب لأكثر من 5,000 أسرة نزحت من مخيم الخانق شرق محافظة صنعاء، وهو أكبر مخيم نازحين في الجمهورية، تستقبل مأرب مرة أخرى موجة جديدة لمدنيين نزحوا من مدينة الحزم بمحافظة الجوف بعد سيطرة ميليشيا الحوثي عليها. ويقدر المكتب التنفيذي لإدارة مخيمات النازحين في محافظة الجوف عدد النازحين بين 15 إلى 18 ألف أسرة. وأمام هذه الأعداد الهائلة من النازحين وما يحتاجون إليه من إيواء وتغذية، تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي إلا من معونات يمكن وصفها بالرمزية، حيث نصبت منظمة محلية قرابة 100 خيمة في منطقة الميل، بينما يستمر المكتب التنفيذي لإدارة مخيمات النازحين في توجيه الاستغاثات للمنظمات المعنية بالإغاثة. في وقت سابق كان الملف الإنساني هو السبب وراء جهود الأمم المتحدة لإيقاف عملية عسكرية كانت تهدف لإخراج الحديدة من يد ميليشيا الحوثي، لكن الأمم المتحدة لم تعد تشعر بآلام المدنيين حين أصبح السلاح الذي يستهدفهم هو سلاح ميليشيا الحوثي، إذ ساد صمت مريب من جانب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، وكأن الأزمات الإنسانية التي تثير قلق الأمم المتحدة هي تلك التي ترتبط بخسارة محتملة لميليشيا الحوثي لا غير. إذن مشاهدينا، تابعنا التقرير حول موضوع الحلقة، وينضم إلينا للنقاش في تفاصيل الموضوع، ينضم إلينا من مأرب الأستاذ جميل القاسم مدير وحدة النازحين في محافظة الجوف عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك أستاذ جميل. أهلا أخي سامي، مساء الخير لك وللمتابعين الأكارم. أستاذ جميل، التقارير الصحفية تحدثت عن 25,000 أسرة نزحت من محافظة الجوف إلى مأرب. بداية لو تضعنا في آخر تفاصيل الأرقام والمعلومات حول حجم وعدد النازحين، هل هناك زيادة في هذه الأعداد؟ هل هذه الأعداد حقيقية؟ بالنسبة لل 25,000 أسرة، هو العدد المتوقع لنزوحهم من محافظة الجوف. إلى اليوم تم تسجيل أكثر من 7,800 أسرة. في أول يوم من الحرب والنزوح تم تسجيل
2300 أسرة وصلوا دفعة واحدة في أول يوم. ما زلنا في حركة تتبع ومتابعة للنازحين في المحافظة والذين نزلوا في أكثر من موقع وتم استضافتهم من قبل المجتمع المأربي. أغلبهم سكنوا مع أسر أقارب والبعض الآخر سكن مع أسر غير أقارب. هذه المعاناة حقيقة جسدتها الصورة الكاملة التي بقى في منها مجموعة من النازحين الذين نزحوا وبقوا في الصحراء، لم يستطيعوا القدوم إلى محافظة مأرب وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التنقل والخروج من محافظة الجوف. أخي سامي، الميليشيات الحوثية للأسف اليوم وأمس منعت خروج أي أسرة أو أي شخص من محافظة الجوف هروبا إلى مأرب. هناك ابتزاز وتهديد وصل إلى حد أنهم يهددوا النازحين بالتصفية الجسدية إن اضطروا إلى الخروج من محافظة الجوف. هذه الميليشيات تستخدم هذا الأسلوب القذر الذي يجعل من المواطنين بالنسبة لهم دروع بشرية أمام التقدم القادم بإذن الله للجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل. طيب أستاذ جميل، هل لديكم أي تقديرات أو معلومات عن أرقام الذين يمكن توصيفهم محتجزين لدى ميليشيا الحوثي من المدنيين المتواجدين في محافظة الجوف، سواء من أبناء المحافظة أو ممن هم نازحين من مناطق أخرى؟ معروف أنه في الجوف كان هناك أيضا مجموعة كبيرة من النازحين من المحافظات التي تشهد مواجهات والتي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وهي على قرب من الجوف. بالنسبة للمتبقين لا نمتلك إحصائيات لهم بسبب انقطاع التواصل معهم، فقد قامت الميليشيات بقطع كل وسائل التواصل معهم من اتصالات وإنترنت، وهذا ما صعب علينا موضوع أن احنا نعرف كم من الأعداد. أما بالنسبة للنازحين الموجودين حاليا الذي تم حصرهم والذي ما زلنا نتتبع حركتهم في محافظة مأرب، يعني التي تم تسجيلهم قلنا 7400، لكن الذي ما زلنا نتتبعهم سيصل العدد بشكل واضح وسنعلم خلال الأيام كم هم المتبقين مقابل كم هم الذي تم نزوحهم، لأن قمنا قبل 9 أشهر بعملية حصر ومسح لكل النازحين في محافظة الجوف، والحمد لله استطعنا الخروج من المحافظة بالداتا كاملة حتى لا يسيطر عليها الحوثي، وبإذن الله نطلعكم بشكل مباشر وبشكل محدث الأرقام الحقيقية التي وصلنا إليها بإذن الله بعد استطاعتنا لملمت ما نستطيع لملمته من الإخوة النازحين من محافظة الجوف. وأيضا أدعو من خلال قناتكم هذه إلى أنه يجب على كل من نزح من محافظة الجوف أن يقوم بتسجيل أسرته لدى الجهات المختصة بالوحدة التنفيذية هنا في محافظة مأرب. طيب إذن هي دعوة من خلال البرنامج أنت ومن خلال شاشة بلقيس توجهها للنازحين من محافظة الجوف الذهاب والتسجيل لدى الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب للأسر النازحة من محافظة الجوف. طيب الآن لو أردنا منك توضيح أو أن تضعنا في صورة وضع النازحين الذين نزحوا من الجوف إلى مأرب، يعني نحن استشهدنا في مقدمة هذه الحلقة بأحد النازحين الذين تواصل به زملائي في الإعداد لأن يكون معنا ضيف في البرنامج، يقول لنا بالنص: أنا لا أستطيع أن أترك أولادي لساعات وأظهر معكم في البرنامج لأنهم في العراء. هل هي هذه حالة فردية أم ربما حال كل النازحين أو معظم النازحين من الجوف إلى مأرب؟ عزيزي سامي، كل أبناء الجوف عندما نزحوا لم ينزحوا من الطريق الرئيسي الذي كان مقطوع منذ شهرين، إنما نزح الكل، كل الأسر نزحت من خلال الصحراء. هناك من الأسر من ضاعت وتاهت في الصحراء لأكثر من يوم، وهناك من الأسر
من يعني تعطلت وسائل النقل بهم ولم يستطيعوا مغادرة هذه الصحراء. هناك كثير من الأسر تم التواصل معي عبر منهم أنهم لم يستطيعوا الخروج من الصحراء لأنهم لم يجدوا أيضا مآوي في محافظة مأرب، وهذا يعود بشكل رئيسي لضعف التدخل من قبل منظمات المجتمع المدني. حقيقة هذه التدخلات التي كنا نأمل أن تصل حتى إلى نصف ما يمكن تغطيته بالنسبة لاحتياجات النازحين، ولكن للأسف هناك يعني شح فظيع في مسألة تقديم هذه المعاناة. صحيح هناك جهود موجودة ولكنها لا ترقى إلى تلبية احتياجات النازحين. يعني اليوم تم افتتاح مخيم الخير في منطقة الميل فقط 120 خيمة، وهناك تزايد في العدد في الأيام المقبلة، ولكن متى وهل سيستطيع هذا المخيم استيعاب كل النازحين؟ أظن هذه إجابات يجب على المنظمات الدولية أن تجيب عليها. هناك بلاغ وصلني من إحدى المنظمات الدولية أنها لا تستطيع إدخال مساعدات إيوائية إلى محافظة مأرب لأن الحوثي يبتزها في صنعاء ويطالبهم بنقل هذه المساعدات من عدن إلى صنعاء، وهذه تسبب يعني رؤية واضحة أن الحوثي يسيطر سيطرة كاملة على المنظمات المانحة الموجودة في صنعاء، وهذا سيؤثر سلبا على التدخلات والمساعدات التي ممكن أن تكون هنا في محافظة مأرب. هناك طيب ضغط كبير. جميل، هناك طرحت عدد من التساؤلات قديم كان موجود طرحت في محافظة عدد من مأرب. التساؤلات برسم منظمات المجتمع المدني وأيضا برسم يفترض السلطات والجهات المعنية الرسمية، وأنا أستغل هذه الفرصة لأنه ينضم إلينا لأن عبر الهاتف من مأرب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح الذي وصل إلى مأرب لمتابعة وضع النازحين والتطورات الأخيرة. أرحب بك سيادة الوزير، مع الوزير عبد الرقيب فتح، أهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. مع الوزير أريد منك أن تضعنا في صورة وضع النازحين، كيف وجدت النازحين والخدمات التي قدمت إليهم؟ الإعلام يتحدث ويضع الكثير من الأرقام والمعلومات، نريد أن نتعرف على الصورة بشكل أوضح منك معالي الوزير بما أنك معني بهذا الملف. شكرا جزيلا أبو أخ العزيز. دعني أقول بأننا وجودنا في مأرب كانت توجيهات من فخامة الرئيس لمتابعة أوضاع النازحين الذين قدموا بصورة مفاجئة وطارئة من مديريات الجوف والغيل. الحالة طارئة كانت على مأرب وتحملت أعباء كثيرة مأرب بالإضافة إلى حالة النزوح الكبيرة التي موجود بها، لكن بفضل الله أنا قبل مجيء إلى مأرب وجهت رسائل استغاثة متعددة لمركز الملك سلمان ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية وعدد من المنظمات الدولية. اليوم هناك استجابة عاجلة تمت من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية ومنظمة الهجرة الدولية. هناك متابعة وهناك أيضا رعاية، لا نقول بأنها كاملة ولكن وفقا لحالات الطوارئ نحن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية كاملة. اليوم انا عقدت لقاء موسع مع كل المنظمات المحليه والمنظمات الدوليه التي تعمل في محافظه مأرب، واتفقنا على عدد من النقاط اهمها هو وضع خطط طوارئ عاجله لاستيعاب هذه الاسر، وايضا طالبت بصوره واضحه بان المنظمات تدين ما تقوم به الميليشيات المسلحه من تهجير قسري للسكان لمناطق تواجدها. طيب الآن برأيك مع الوزير ما هي أهم الاحتياجات أمام يعني المنظمات العاملة سواء أنتم كجهات معنية أو المنظمات الأخرى حتى يتم تلبيتها للنازحين؟ ما هي أبرز احتياجاتهم الآن؟ ناس يتحدثون أنهم يسكنون في العراء لم يجدوا حتى خيمة ربما. المشكلة أخي العزيز المواطنين اليمنيين لا يرغبون في التواجد في مخيمات، لكن نحن الآن نعمل في اتجاهين، اتجاه الاسر المستضيفه لعدد من الاسر القادمه من الجوف، وهذا يحملنا عبء مضاعف، نضيف الاسر المضيفه ونضيف ايضا النازح القادم من الجوف، هذه نقطه، لكن حاولنا ان ناتي بمخيمات، اليوم تم اعداد ما يقارب اكثر من 100 خيمه بتمويل من مركز الملك سلمان،
وغدا ان شاء الله ستوصل 500 خيمه. الاحتياجات الرئيسيه هي موضوع المأوى ومتطلبات السكن الرئيسيه المتمثله بالغذاء والدواء والمياه الصحيه والجوانب الصحيه المرتبطه بالرعايه الصحيه. نحاول قدر الامكان ان نعمل قدر من الاستيعاب للعدد رغم انه اعداد تتوالى بصوره مستمره، فلذلك الحاجات الرئيسيه هي المرتبطه بالايواء ومستلزمات المعيشه الرئيسيه فيما يتعلق بادوات المطبخ والسلل الغذائيه والجانب ما يتعلق بالماء والصرف الصحي. نحاول قدر الامكان نتعامل كما قلت بصوره طارئه مع هذه الحاله. طيب معالي الوزير، قلت انكم تضغطون على المنظمات المعنيه لادانه فعل وجرائم ميليشيا الحوثي بحق النازحين من محافظات الجوف، لا نتحدث عن 10 او عن 20 او عن 100 اسره، نتحدث وفق ما نشر في وسائل الاعلام المختلفه عن 25,000 اسره نزحت من الجوف، هذا الرقم لا يحرك هذه المنظمات، لماذا هذا الصمت؟ اين هي جوانب القصور؟ هل هي لديكم؟ لا تضغطون؟ ما هي القصه؟ القصة أخي العزيز لا تحتاج أوامر أو تحتاج قرارات يصدرها فخامة الرئيس أو تصدرها اللجنة الإغاثية لمنظمات الأمم المتحدة. الرقم اللي تحدثت عنه يفترض أن يكون مثلا من العام السيد جريفيث ومن ثقة الشؤون الإنسانية عند مستوى المسؤولية لوجود مثل هذه التصرفات. هذه تخالف كل المعايير الإنسانية وتخالف أيضا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول والثاني، فلذلك لا نحتاج ان نضغط ولا نحتاج ان نتخذ قرارات. من مهام السيد جريفيث ومهام السيده ليزا جراندي ان تتابع حالات المدنيين في حاله الصراع، فلذلك من خلالكم من خلال قناه بلقيس ندعوها الى ان تحرك ادواتها وان تستشعر مسؤوليتها ليزا جراندي وكل الجهات الاغاثيه لان تدين مثل هذه الجرائم التي ترتكب من قبل الميليشيات المسلحه. وللاسف الشديد ليست هي المرة الأولى، هذه مورست في تعز ومورست في الحديدة ومورست في كثير من مناطق تواجد الميليشيات المسلحة، وهناك صمت مخيف من قبل تلك المنظمات تتعارض مع مبادئها وما تدعوه إليه من قيم إنسانية. طيب هذه المنظمات هل وصلت إلى مأرب لمتابعة هذه التطورات وهذه الحالة الطارئة فيما يخص نازحي محافظة الجوف؟ هل هناك تواجد لهم؟ هل لهم تنسيق وتواصل معكم؟ نعم اخي العزيز، اليوم التقيت انا باكثر من 525 منظمه دوليه ومحليه وهي تتابع الامر، نحن نكون منصفين في بعض الامور ونقول ما هو ايجابي في اداء المنظمات وننتقد وندعو الى تقويم ما هو سلبي. اليوم كما اوضحت وتابعت حتى في صفحتي من الغرات بان هناك لقاء كبير تم على المنظمات، المنظمات موجوده وكثير من ممثلي المنظمات وصلوا اليوم لمتابعه الحالات في مأرب. طيب سؤال اخير مع الوزير، كانت هناك اشكاليه في موضوع النازحين داخل محافظه مأرب على مدى السنوات الاخيره، هذه المشكله الاخيره ربما لنازحي الجوف، هل قد تعمل على اعاده النظر وتعجل بترتيب وضع النازحين بشكل عام ام ربما ستزيد المعاناه وفق المعالجات التي تتم منكم الان حاليا وتواجد المنظمات برايك؟ لا انا اليوم اخي العزيز انا اتفقت مع المنظمات بان نعمل بشكل متوازي، ان نعيد تقييم الوضع وتقويم اليه عمل المنظمات على مستوى النازحين في المرحله السابقه وان نتعامل بحاله طارئه وسريعه لحاله النزوح الجديده، فلذلك انا طالبتهم اليوم بايجاد مشاريع كثيفه العماله لسكان النزوح القادمين من عدد من المحافظات، كما طالبت ايضا باعاده تقييم بعض اساليب عمل المنظمات في محافظه مأرب بصوره كليه. اشكرك جزيلا معالي الوزير عبد الرقيب فتح وزير الاداره المحليه ورئيس اللجنه العليا للاغاثه، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. وعد لضيفي من مأرب عبر الاقمار الصناعي الاستاذ جميل القاسم مدير وحده النازحين في الجوف. في كلامك السابق وجهت ربما وحملت المسؤولية منظمات المجتمع المدني، قلت أن ربما هناك بعض القصور، يعني ربما ليس من المنطقي يعني يتم تحميلهم المسؤولية، ماذا عن الجهات المعنية؟ ماذا عن دوركم أنتم في وحدة النازحين في الجوف؟ ما هي الخطوات التي قمتم بها حتى الآن؟ هل فقط هو تسجيل النازحين؟ هل هناك لكم خطوات ملموسة أخرى ربما في سبيل تخفيف معاناة الناس؟
بالنسبة لدور الوحدة التنفيذية، هو دور رقابي وإشرافي ودور إحصائي على المنظمات ومراقبة أدائها. قمنا وخاطبنا والتقينا واجتمعنا بالكثير من المنظمات، منها المشغلة لهم والمانحة لمنظمة الأوتشا. اجتمعنا معهم في أكثر من لقاء واتفقنا على بعض النقاط، ولكن للأسف كان التدخل لا يلبي حاجة النازحين. يعني نحن لا نتكلم في هذا القصور على هذا الأسبوع، وإنما نتكلم على بداية الأحداث من لما كنا في محافظة الجوف. كانت هناك عدة لقاءات، عدة اجتماعات على أنه لابد من التدخل لإنقاذ الوضع الإنساني في محافظة الجوف، ولكن لم يصلنا شيء. وإنما في آخر يوم قبل ما تسقط المحافظة بيومين أرسلوا لنا مجموعة من الأخشاب ومجموعة من الطرابيل فقط على أساس أنها ستكون مأوى طارئ. سقطت المحافظة فاستولى عليها الحوثي بشكل كامل. اليوم ونحن في محافظة مأرب نناشد واجتمعنا وتكلمنا في موضوع أنه لابد من رفع الأداء لكي نستطيع أن نواجه هذه الأزمة الإنسانية التي تضرب في المحافظة، ولكن كان الأداء عبارة عن بروتوكولات تسير في وضع روتيني عادي في الوضع الطبيعي لتدفق النازحين. لم ترتقي هذه المنظمات ولا المؤسسات إلى الوضع العاقل. يعني نحن نتكلم على 5 أيام من الحرب، تم كما قال الأخ معالي الوزير تم وضع 100 خيمة. يعني تخيل خلال 4 أيام 100 خيمة، يعني بمعدل 25 خيمة يوميا، ونحن نتكلم على أرقام بالألوف. عن ماذا نسمي هذه التدخلات؟ هل يستطيع معالي الوزير عبد الرقيب فتح بمنع يعني من خلال قناتكم أنا وخاطبه، هل يستطيع منع حصة الهلال الأحمر مكتب الجوف التي الآن يطالب الحوثي بنقلها من محافظة عدن إلى صنعاء بدل من نقلها من محافظة عدن إلى مأرب؟ هل يستطيع الأخ معالي الوزير بأن يمنع هذه السرقة الواضحة وضوح النهار لهذه المساعدات؟ هل يستطيع معالي الأخ الوزير بأن يوجه بتوجيه حصة مؤسسة بناء من محافظة الجوف ووضعها في عدن عبر الجهات المانحة؟ هذه الأسئلة التي كلما تابعناها مع المنفذين طالبونا بأن نخاطب الجهات المانحة، وعندما نخاطب الجهات المانحة يكون الرد رد بارد، رد مماطلة، رد لا يرتقي إلى مستوى المشكلة التي نواجهها اليوم. اليوم نحن نتكلم على نازحين في الآلاف موجودين في المدينة، نازحين بالمئات موجودين في الصحراء لم يستطيعوا الوصول إلى المدينة. كل هذه المعاناة ونتكلم فقط عن 120 خيمة، وأن ستكون هناك 500 خيمة. يعني نحن ما زلنا لم نتجاوز 1000 بالنسبة للمساعدات، ونحن قد تجاوزنا الألوف بالنسبة لعدد النازحين. أنا أتمنى من أن يكون أداء المنظمات يروق إلى مستوى الذي يقوم به من تنفيذ مشاريعهم في الطرف الآخر. حقيقة أنا إذا تمت مصادرة حصة محافظة الجوف للهلال الأحمر من الخيام مواد الإيواء وتحويلها إلى صنعاء، فسيكون هناك خطاب آخر، وأنا من خلال قناتكم الكريمة أعلم الجميع أن هذه الحصة إذا ضغط الحوثي وتم مصادرتها سيكون لنا رأي آخر وخطاب إعلامي آخر، لأن هذا هو دورنا، دورنا الرقابة والتوجيه. فما دام هذا دورنا فنحن لن نرضى على أبناء الجوف إلا كل خير، وأن يصلهم هذا الخير بما أنه من حصتهم. هذه الحصة تم مناقشتها في يناير واليوم في مارس وصلت، فنتوقع أن تكون هناك ضغوطات كبيرة اليوم في صنعاء على أن هذه الحصة لابد أن تدخل صنعاء، ونحن سنضغط من مأرب أن تدخل هذه الحصة إلى محافظة مأرب لأنها حصة مخصصة لأبناء محافظة الجوف. طيب أستاذ جميل، تقول أن حجم التدخل دون المستوى، أن مستوى أداء هذه المنظمات أيضا دون المستوى، فقط ما قدم هو 100 خيمة. هذه 100 خيمة كما يقول الوزير الإغاثة الوزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فات، هي ربما مقدمة من إحدى المنظمات أو إحدى الجهات. ماذا عن باقي المنظمات الدولية؟ ما الذي قدمته حتى الآن؟ هل بدأت التحرك؟ هل هي على علم بحجم ومعاناة النازحين؟ هل هي تزورهم في الأماكن التي يتواجدون فيها في الصحراء وفي الشوارع كما تقول، أو عند أقاربهم؟ هل هناك متابعة واهتمام من قبلهم؟ أنا أشكر الدور البسيط ولو أنه بسيط ولكن يشكر عليه، لكن حقيقة
ما يقوم به من تتبع حركة النازحين هو تتبع بسيط لمجموعة من الفرق لا تتعدى فرقتين. هذه الفرق تقوم بالنزول إلى الوادي وإلى المناطق البعيدة من المجمع لحصر الأسر. الأسر كثيرة جدا ولا يمكن حصرها من قبل هذه الفرق. أنا أتمنى أن تكون هناك مضاعفة للجهود. نحن اليوم نشتغل من مكتب الوحدة التنفيذية مأرب، نتعاون بحسب التوجيهات الموجودة لدينا من غرفة عمليات المشتركة لمأرب والجوف وصنعاء التي شكلت في شهر واحد. هذه الغرفة نحن اليوم نعمل فيها كفريق واحد جميعا، والمكتب لا يعني من شدة ضغط العمل لم يستطيعوا حصر إلا هذه الأرقام والأعداد بناء، وأيضا مع مساعدة بعض المتطوعين من المحافظات الذين يقومون بمساعدتنا في جمع المعلومات بالنسبة للنازحين. هذه الجهود الذاتية التي حقيقة هي لا تقوم بها إلا مؤسسات تحمل الشعارات الكبيرة والتي من باب أولى أن هذه وظيفتها، مع ذلك نحن نقوم بهذه المساعدات اليوم. لكن أن نحن نطالب بأن تقوم هذه المنظمات بدورها الحقيقي. اليوم يقام بصرف حقيبة الكرامة بين هلالين الار ار ام، وهي عباره عن سله لا تكفي النازح او الاسره النازحه الا مده 3 ايام. يجب حسب المعايير ان تكون بعدها ايضا سله غذائيه او مبلغ مالي، ثم بعدها خلال شهرين يحصل النازح على الكثير من المساعدات. ولكن كما نعلم من خلال التغطيات الاعلاميه وكلام الاخ الوزير ان فقط خلال 4 ايام فقط تم فرش خيام على الارض، يعني حتى لم يتم وضع في الخيام حصير على أساس أنها يعني ما تكون على التراب أو أنها تكون مرفوعة من الحصى أو شيء، فقط 100 خيمة مجردة هكذا. هذا التدخل يشكر عليه مركز الملك سلمان، ولكن أنا أناشد أن هذه الاحتياجات المقدمة اليوم لا تغطي إلا الشيء البسيط من حاجة الناس. بالنسبة لموضوع أن الناس لا تستطيع أن تسكن في الخيام، المجتمع في الجوف يستطيع أن يتعايش مع الخيام، فهو مجتمع يعني يتقبل الحياة لأنه يأمل من الجيش الوطني ومن المقاومة أن يتم استعادة محافظة الحزم في أسرع وقت. كلنا نستطيع أن نتكبد هذه الحياة اليوم لأننا مؤمنون أن هناك نصر سيحققه لنا أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أشكرك جزيلا جميل قاسم، مدير وحدة النازحين في الجوف، كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من مأرب، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن عبر الهاتف نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. وفق رصدكم ومتابعتكم أستاذ نجيب، ما حجم أو ما حقيقة الوضع الإنساني اليوم لنازحي الجوف في مأرب؟ الوضع الإنساني حقيقة نازحي الجوف والمديرية نهم ومدزير ومدغل وضع مأساوي جدا. آلاف من الأسر نزحوا في وقت واحد دون سابق إنذار، دون استعدادات حقيقية إلى منطقة مأرب، وهي منطقة مكتظة بالنازحين أصلا. أيضا ما ضاعف من الأزمة الإنسانية الحالية هو ضعف تواجد المنظمات الدولية العاملة في إغاثة النازحين أو الإغاثة بشكل عام في محافظة مأرب، فهي تواجدها ضعيف جدا، كارثي حقيقة. رغم وجود آلاف النازحين الأسر النازحة لا زال التدخل إلى الآن ليس بالحجم المطلوب ولا بحجم المأساة. طيب أستاذ نجيب، حجم المأساة كبيرة وفق الأرقام والإحصائيات التي تأتي من مأرب بالنسبة للنازحين، لماذا لا نشهد أي تجاوب أو اهتمام أو تعامل بشكل طارئ مع هذا الوضع؟ تم التعامل من قبل المنظمات الموجوده في 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 مأرب، وتم تشكيل غرفه طوارئ من قبل الوحده التنفيذيه من مجموعه جهات مهمتها اداره الازمه الانسانيه الحاصله في مأرب. تواجدت بعض المنظمات على راسها مركز الملك سلمان، الهجره الدوليه،
بما لديها من مخزون، والذي كان مخزون حقيقة لا 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 يرقى لحجم الكارثة. تم التواصل مع المنظمات الدولية بشكل عام، هناك استجابة، قريبا سيكون هناك استجابة. المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين تم طرح الموضوع من قبل رئيس الوزراء يوم أمس في مؤتمر المانحين في الرياض لضرورة التحرك في مارب. اليوم هذه لم تترك كثير من المنظمات الدولية تحركت، منها المفوضية ستقوم بمد جسر إلى مأرب من عدن بالمواد الإيوائية والخيام والفراش والبطانيات وما إلى ذلك. كذلك لدينا منظمات أخرى أبدت استعداد في تقديم الغذاء الطارئ. أيضا الآن نحن نستقبل، يتم استقبال النازحين من أجل إغاثتهم بشكل أولي، لكن حجم الكارثة أكبر من قدرات الجهات القائمة على العمل الآن. نحن بقدر الإمكان نحاول يتم استيعاب النازحين، يتم تحديد تواجدهم، ومن ثم يتم إغاثتهم. طيب، تقول أنه ربما أحد الأسباب أو التحديات هو ضعف تواجد المنظمات الدولية في محافظة مأرب. لماذا هذا الضعف؟ أين هو الخلل؟ حقيقة الخلل يعود لأسباب، عدة أسباب. السبب الأول أنه مأرب لا ظلت خلال طيلة الفترة الماضية تدار إنسانيا من قبل المنظمات الدولية في صنعاء، من قبل الكتلة الإنسانية في صنعاء، يسموها الكتلة الإنسانية. نحن مع نهاية عام 2019 قمنا تم مخاطبة دولية بضرورة أن يتم عمل مركز إنساني في مأرب أو أنها تكون تتبع عدن. الآن خلال هذه الفترة بدأت المنظمات ومنها في هذه الأزمة تتعامل من عدن، والدليل على ذلك أن المفوضية ستحرك يعني قافلة أو جسر إلى مأرب من عدن بالمواد الإغاثية. كذلك الهجرة الدولية بدأت تجاوب الآن. أيضا هناك مشكلة أخرى تعود حقيقة تعود ذاتية، وهي ضعف الأوعية الإدارية القادرة على استيعاب عمل المنظمات الدولية في مأرب، وهذه مشكلة يعني ذاتية تعود للسلطة لنا نحن. طيب، كلمة أخيرة لك أستاذ نجيب، يعني هل وهي في سياق، هل ربما الأيام القادمة تشهد تجاوب أكثر، تفاعل أكثر، ستخفف معاناة النازحين، أم ستمر يعني الأوضاع والأمور بوفق الآلية المتبعة من قبل المنظمات والبيروقراطية الحالية والمتعارف عنها يعني في أدائها، كما قال ضيفنا الأستاذ جميل القاسم مدير وحدة النازحين وكان معنا هو من مأرب؟ أنا أعتقد وأثق بأن الأزمة الحالية سيكون هناك تدخلات كبيرة. الموضوع لم يعد موضوع نازحين في مأرب فقط، الموضوع تشرف عليه قيادات الدولة. دولة رئيس الوزراء اليوم يتصل أكثر من مرة ليطمن ويعطي توجيهات ماذا نفعل وما الذي علينا أن نقوم به. أيضا تم طرح الموضوع أمس في أعلى مستوى للعمل الإنساني وهو مؤتمر المانحين في الرياض، وتم طرق موضوع مأرب بشكل تحديدا الأزمة الإنسانية في مأرب. اليوم في هذا اليوم وجدنا التجاوب من المنظمات، من كثير من المنظمات أنهم سيتدخلوا في مأرب. لم نتيح لهم فرصة الآن أنهم يتهربوا أو يتنصروا من مسؤوليتهم الإنسانية. سنعمل على يعني إدخالهم وضرورة تدخلهم لتقديم العون والخدمات الإنسانية في مأرب للنازحين. سيكون هناك تدخلات وسيكون هناك، ولن تمر الأزمة يعني دون تقديم خدمات مطلقا. الإشكالية الأكبر أنه لا زال هناك موجة نزوح جديدة وكبيرة، ولا زال الوضع الإنساني الكارثي إذا استمرت المعارك بهذا الشكل
ستؤدي إلى كارثة إنسانية تضاعف الكارثة كارثة اليمن إلى ضعفين مما يحصل. لو حصل أن هناك مواجهات في محافظة مأرب ستكون كارثة إنسانية لم نشهدها. هناك أكثر من 1,200,000 نازح في محافظة مأرب سيضطرون للنزوح مرة أخرى إذا حصلت مواجهات أو تم استهداف المجمع الأماكن السكنية التي المكتظة بالنازحين. ستكون هناك كارثة إنسانية. لذلك أنا أناشد كافة الجهات الدولية بالضغط من أجل إيقاف العملية العسكرية التي يقوم بها جماعة الحوثي منعاً لحدوث كارثة إنسانية ستضاعف من الأزمة الإنسانية باليمن وستكون هي أكبر كارثة إنسانية في التاريخ إذا أشكرك. حصل استهداف لمحافظة مأرب. شكرا جزيلا لك نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمة النازحين، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. ومن مأرب عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا الأخ صالح حمران وهو أحد النازحين من الجوف إلى مأرب. أهلا بك أخي صالح. حياك الله أخي. ما تبقى من وقت هذه الحلقة هو مخصص لك للحديث وأن تعبر عن صوت النازحين الآن من الجوف إلى مأرب ومن نحوه من المديريات المجاورة. بداية أخي صالح حدثنا عن رحلة نزوحك من الجوف إلى مأرب. حياك الله أخي. بالنسبة لي أن الآن أتكلم معكم بصفتي بالنسبة لوظيفتي كمدير عام الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة، وطبعا كنت إلى الآن منسق المؤسسة الوطنية لبرنامج الغذاء العالمي. وطبعا مشينا من الحزم قبل الأربع الأيام أو الخمس الأيام الماضية، كان هناك يعني حالة يرثى لها بالنسبة للنازحين. كان الخط الرئيسي مقطوع منذ شهرين تقريبا، واضطروا الناس النازحين بأسرهم بالتوجه إلى الصحراء، يعني الخط الصحراوي الواقع بين مأرب والجوف. طبعا كان هناك حالة مزرية تقول في بهدلتهم، وما عانوه خاصة في الخط، خاصة الأخوان النازحين من المحافظات اللي كانوا في محافظة الجوف، يعني خاصة مدينة الحزم، لأنهم كانوا ما يعرفوا أصلا الخط الرملي. كان هناك تبعثر سياراتهم وكل واحد يمسك له خطه. أنا بنفسي وجدت أنا هناك أسرة على باص، يعني كان مغرزة وحانف في الصحراء، حتى نحن ساعدناه وأخرجناه من الصحراء الرملية. كان مرتبك جدا. المهم في الأخير وصلوا إلى مدينة مأرب اللي هي المجمع محافظة مأرب. يعني ما وجدوا هناك يعني استقبال. صح أنه كان فجأة، حتى الأخوة هنا في مأرب الوحدة التنفيذية أو لجنة الإغاثة ما كانوا يعلموا. في الأخير الآن بدأ التحرك في مخيم الميل تقريبا، ولكن أني أسأل الآن على أي معيار أو إيش المعايير التي تم اختيار الموقع للنازحين المخيم في ذلك المكان. طيب أنتم الآن كنازحين ما هو وضعكم؟ أين سكنتم؟ من استقبلكم؟ هل تم الترتيب للنازحين؟ ما هو الوضع الآن؟ حتى الآن لا نعرف عن الوضع شيء. نحن كل منا اللي عنده أقارب راح لأقاربه، اللي سكن في فندق، اللي سكن في الأخير أكثر الناس المحتاجين أو اللي لا يملكون شيء هم المضررين جدا، وإلى الآن لم يستقر لهم وضع، إلى الآن لم يستقر لهم أي وضع.
في الأخير يا أخي لازم أن هناك تحرك جدي ملموس يستهدف النازحين، خاصة لعادهم واصلين، يعني إلى الآن لم يجدوا لهم أي مكان أو أي إيواء يأو إليه. أكثر الناس تحصلهم حتى اللي جالسين في الصحراء في الأشجار في المزارع حتى يستجيب لهم المنظمات الإنسانية. طيب أن تعول أن على الجهات المعنية والمنظمات أن تقدم أو تخفف من معاناة النازحين. استمعت إلى تصريحات بعض المسؤولين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، إلى أي حد أنت متفائل بتصريحاتهم والكلام الذي قالوه؟ نحن متفائلين، متفائلون إن شاء الله أن يكون هناك من الأخوة القائمين على رئاسة لجنة الإغاثة، أن هناك بإذن الله تعالى سيكون تدخل. ونحن الآن لا أخفيك نحن إلى الآن نعذرهم، لأنهم الآن قد ربما يقوموا بترتيب، ولكن نطلب منهم التدخل السريع. الوضع لا يحتاج يعني تساهل، يعني لازم أن يتدخلوا سريعا. طيب أخي صالح، بالنسبة لمن تبقى من أهاليكم وأقاربكم في محافظة الجوف، ما وضعهم؟ يقال أنهم ممنوعين من المغادرة وأنهم محتجزين ورهائن لدى ميليشيا الحوثي، هناك الكثير من الروايات. بالنسبة لهذا النوع نحن نسمع هذا الكلام، ولكن فيه هناك أسر لا زالت، صحن أبنائهم الرجال خرجوا من عندهم، لكن موجودين هناك وإلى الآن لا نعرف عنهم أي شيء. شكرا جزيلا لك صالح عمران، كنت معنا من مأرب وأنت أحد النازحين من محافظة الجوف، شكرا جزيلا لك. وفي ختام هذه الحلقة من المساء اليمني، شكر موصول لكل ضيوف هذه الحلقة ولزملاء في طاقم البرنامج. ألقاكم السبت وحلقة جديدة من المساء اليمني.